بيبدأ المسلسل ببنت اسمها ناز وهي في حفلة تخرجها في أكاديمية الشرطة، وبيكون رئيسها الضابط سعد الله فخور بيها جدا لأن هي طلعت الأولى على دفعتها. وبالليل بتروح ناز تحتفل مع أهلها في مطعم، وبالصدفة بتلمح مجرم شايل شنطة ممنوعات، فبتسيب العشاء وبتفضل ماشية وراه، وفجأة بترفع عليه سلاحها وبتطلب منه يسلم الشنطة اللي معاه. فالمجرم ده بيقول لها إن هو ضابط واسمه بامير، وإن هو منتحل شخصية مجرم علشان يقبض على العصابة، ولكن ناز ما بتصدقوش وبتقوله ان هي اتصلت بالشرطة، ومن الافضل ليه ان هو يستسلم. وبتوصل عربية الشرطة وبياخدوهم للاسم هما الاتنين، وهناك ناز بتكتشف ان بامير طلع فعلا ضابط شرطة، فبتفضل تعتذر له لان هي بوظت له مهمته، ولكن بامير بيكون متضايق منها جدا وبيسيبها وبيمشي. وفي اليوم اللي بعده بيروح سعد الله يقابل بامير وبيقوله ان هو كلفه بمهمة القبض على تاجر اسلحة اسمه طارق، لكن الناس فاكرة ان هو بيتاجر في الاسماك لان هو بينقل شحنة الاسلحة بتاعته في كراتين السمك، وعلشان يقبض عليه لازم يسكن في المجمع السكني بتاع طارق لمدة 3 شهور ويقرب من اسرته جدا، وكمان لازم بامير يتظاهر ان هو متجوز علشان طارق يوافق يخليه يسكن في المجمع السكني بتاعه، وده لان طارق مش بيسكن عزاب، وبيقول له ان هو اختار له شرطية ممتازة علشان تتظاهر ان هي مراته، وبياخده علشان يقابل الشرطية اللي بتطلع ناز. فبامير بيتعصب وبيقول لسعد الله ان هو استحالة يشتغل معاها لان هي مبتدئة وهتبوظ عليه المهمة، وكمان ناس بترفض ان هي تشارك معاه في المهمة، ولكن سعد الله بيكون مصمم على موقفه وبيطلب منهم يقابلوه تاني يوم الصبح في اسم الشرطة علشان يشرح لهم تفاصيل المهمة. وبالليل بترجع ناز للبيت وبتلاقي سعد الله قاعد مع امها وخالها، وبيقول لهم ان ناز هتسافر للندن 3 شهور علشان تدرس علم النفس، وبنعرف ان هو عمل كده علشان محدش من اهلها يعرف حاجة عن تفاصيل المهمة. وفي اليوم اللي بعده بتوصل ناز مع بامبير عند سعد الله وبيقول لهم ان طارق متجوز من ست اسمها نهير ومخلفين طفل اسمه عمر، وطارق عنده بنت كبيرة من مراته الاولى واسمها زينب، لكن زينب عايشة في لندن، وكمان طارق عنده اخ اسمه طوفان ودراعه اليمين اسمه ادم، وبيطلب سعد الله من ناز ان هي تقرب من نهير وتصاحبها علشان يقدروا يوقعوا طارق في شر اعماله. وبعدها ناز وبامير بيروحوا يقابلوا ضابط اسمه طلعت، وطلعت ده اللي هيساعدهم طول فترة المهمة، فبياخد لهم طلعت صور مع بعض وهم لابسين هدوم الفرح علشان يحطها في الشقة اللي هيسكنوا فيها سوا، وبيسلمهم هويات مزيفة باسامي ياز ولافيل، وبيطلب منهم يتظاهروا ان هم زوجين سعادة علشان طارق ما يشكش فيهم. وطبعا ناز وبامير بيكونوا مش طايقين بعض لكنهم بيضطروا يسمعوا كلامه علشان المهمة تنجح. وفي اليوم اللي بعده بتوصل ناز مع بامير للمجمع السكني بتاع طارق، وبيستقبلهم سمسار اسمه نعمان، وبياخدهم جولة في الشقة اللي هيسكنوا فيها سوا، وبيعرفوا منه ان الشقة دي ملك طارق وان هو بيأجرها بسعر عالي جدا، فبامير بيقوله ان هو موافق يأجرها بأي سعر. ولما بامير وناز بيخرجوا من الشقة بيلاقوا ادم قدامهم، فادم بيسألهم هم يبقوا مين، فبامير بيقوله ان هم المستأجرين الجداد، فبيسألهم ادم عن شغلهم، فبيقوله بامير ان هو عنده شركة شحن وان مراته ناز بتشتغل طبيبة نفسية. وبعدها ناز وبامير بيوصلوا للفندق اللي هيقعدوا فيه لحد ما نعمان يجهز لهم الشقة، وبيلاحظوا ان ادم مراقبهم لان هو شاكك فيهم، فبيبدأوا يتصرفوا كأنهم كابلز طبيعيين. وفي اليوم اللي بعده بامير وناز بيروح يقابلوا سعد الله وبيقولوا له ان هم اجروا الشقة خلاص، فسعد الله بيطلب منهم يمثلوا ان هم زوجين سعادة ويقربوا كمان من عيلة طارق. وفي نفس اليوم ناز وبامير بيتنقلوا للشقة اللي في المجمع السكني بتاع طارق، وبيقول لها بامير ان هم لازم يتصرفوا كأن هم عيلة طبيعية، وبيقول لها ان هو هيخليها تنام في الدور اللي فوق علشان تكون على راحتها وهو هينام تحت. وبعدها بتبدأ ناز ان هي تقرأ شوية في علم النفس علشان محدش يكتشف ان هي مش طبيبة نفسية، وكالعادة بيفضل بامير يتريق عليها، ولكن ناز بتقوله ان هي ذكية وهتتعلم بسرعة. وفي الوقت ده بتكون نهير فرحانة جدا ان اخيرا بقى ليهم جيران، وبتقرر كمان تعزمهم على العشاء. وبعد شوية بتوصل نهير عند ناز وبامير وبتعرفهم على نفسها وبتعرض عليهم ان هم يتعشوا معاها، فناس بتوافق على طول، وبيكون بامير متضايق جدا ان هي وافقت بالسرعة دي، وبيفهمها ان هم لازم ياخدوا الامور بشويش علشان محدش يشك فيهم، ولكن ناس بتكون شايفة ان هي ما غلطتش في حاجة، وده لان الست كانت لطيفة معاها. وبالليل ناز وبامير بيوصلوا لبيت طارق وبيسلموا عليه وبيتعرفوا على كل افراد اسرته وبيقعدوا يتعشوا سوا، وبيفضل طارق يسألهم شوية اسئلة شخصية
الشخصية عن حياتهم، لان هو شكك فيهم على عكس مهير واللي بتكون سعيدة جدا بوجودهم. وبعدها بيتسلل ادم لشقة بامير وناز وبيبدأ يفتش فيها وبيلاقي صندوق فيه سلاح. ولما بامير وناز بيرجعوا لشقتهم بيكتشفوا ان في حد دخل للشقة وهم مش فيها، وفي نفس الوقت بيرجع ادم عند طارق وبيفاجئوا ان بامير وناز من الشرطة. وبنرجع لبامير وناز وهم بيفحصوا الشقة علشان يتأكدوا ان محدش زرع لهم اجهزة تنصت في البيت، وبالفعل مش بيلاقوا حاجة. لكنهم بيكتشفوا ان الشخص اللي كان في شقتهم شاف السلاح، وبالشكل ده اكيد اكتشف ان هم من الشرطة. وبتكون ناز قلقانة جدا من الموضوع ده، ولكن بامير بيطمنها ان طارق هيعمل عنهم تحريات ومش هيلاقي اي دليل يدل على انهم من الشرطة. وتاني يوم الصبح بيروح بامير يفحص تسجيلات كاميرات المراقبة اللي قدام بيته علشان يعرف مين اللي دخل شقته، لكنه ما بيلحقش لانه بيلاقي ادم جاي عليه. فبيروح بامير يسلم عليه وبيتصرف معاه بشكل طبيعي علشان ما يشكش فيه. ولما بيرجع بامير للبيت بيلاقي ناس بتحضر الفطار وبتسأله عن نوع الاكل اللي هو بيحبه علشان تعمله له. فبامير بيفكرها ان هما مش متجوزين اصلا ومفيش داعي ان هي تتعامل معاه بلطافة وهما في البيت. ولكن ناس بتفضل تراقب بامير من بعيد وهو بياكل الاكل اللي هي عملته، وبيكون مستمتع جدا بطعم الاكل. فبتفرح ناز ان اكلها عجبه. وفي الوقت ده بيقول طارق لمراته ان هو شاكك ان بامير وناز من الشرطة لان ادم لقى سلاح في شقتهم. فبتزعق له مراته لانه وافق على اقتحام شقة جيرانه، وبتأكد له ان هم ناس محترمة جدا واستحالة يكونوا من الشرطة. وبعدها بيروح بامير يقابل طلعت وبيفضل يشتكي له من تصرفات ناز لان هي مندفعة وبتتكلم كتير. فطلعت بيقول له ان ناز شرطية ذكية جدا وكفاية ان هي قدرت تكسب ثقة مهير في وقت قليل. وفي الوقت ده بتكون ناز مع نهير في العربية وبتسمع طارق وهو بيكلم نهير وبيقول لها ان في نقص في شحنة البضائع بتاعته. ولما بترجع ناز للبيت بتقول لبامير على المعلومة اللي هي عرفتها. فبامير بيطلب منها تجهز نفسها علشان يتعشوا بالليل في مطعم طارق ويحاولوا يقربوا منه. وبالليل بتلبس ناس فستان جميل جدا وبتستعد للعشاء، وبيكون بامير مبهور بجمالها لكنه ما بيظهرش ده. ولما بيوصلوا هما الاتنين للمطعم بيفضلوا ساكتين لان محدش فيهم طايق التاني. فبامير بيلعب معاها لعبة تحليل الشخصيات علشان الناس ما ياخدوش بالهم ان هما ما بيتكلموش ومش طايقين بعض. وبيقول لها ان هو عارف ان هي قررت تشتغل شرطية بعد موت ابوها علشان تحمي امها، لكنه شايف ان هي مش مناسبة للشغلانة دي ومن الافضل ليها ان هي تستقيل. فبتضايق ناز من كلامه وبتسيبه وبتروح للحمام. وبعدها على طول بيوصل طارق مع مراته للمطعم وبيسلموا على بامير وبيقعدوا معاه. وبيعرض طارق على بامير ان هو يجي يصطاد معاه بكرة في الغابة، فبيوافق بامير. وفي اليوم اللي بعده بيروح بامير يصطاد مع طارق. وفي نفس الوقت بتروح ناس تعمل شوبينج مع نهير وبتشتري لها نهير فستان هدية علشان تلبسه لبامير. وبنرجع لبامير وهو بيتصنت على طارق وهو بيتكلم في التليفون وبيسمعه وهو بيقول على ميعاد ومكان تسليم شحنته الجديدة. ولما بيرجع للبيت بيتصل على رئيسه وبيقول له على مكان وميعاد تسليم شحنة طارق. ولما بتوصل نازل البيت بيفاجئها بامير ان هو عارف ميعاد تسليم الشحنة الجديدة وخلاص قريب جدا هيتقبض على طارق. فناس بتتحمس جدا ان المهمة هتنتهي بالسهولة دي، لكن اللي هم ما يعرفوهوش ان طارق محضر لهم فخ علشان يكتشف لو هم من الشرطة فعلا ولا لا. وبيجي الليل وبيتصل صعدل على بامير وناز وبيطلب منهم يشتتوا انتباه طارق ومراته لحد ما يوصل مع القوات لمكان الشحنة. فبامير وناز بيروحوا يقعدوا مع طارق ومراته، وبيفضل طارق يرمي كلام غير مباشر ان هو محضر لهم فخ. فناس بتاخد بامير على جنبه وبتقول له ان طارق محضر لهم فخ، ولكن بامير ما بيصدقهاش. فناس بتطلب منه يثق فيها المرة دي بس. وبعدها بيبعت بامير رسالة لرئيسه علشان يحذره ان طارق محضر لهم فخ. واول ما سعد الله بيشوف الرسالة بيأمر قواته ان هم ينسحبوا من المكان بسرعة، وبكده يكونوا لحقوا نفسهم في اللحظة الاخيرة قبل ما طارق يكتشف هويتهم الحقيقية. وفي الوقت ده بيبعت ادم رسالة لطارق وبيقول له ان مفيش حد فتش مستودع البضاعة، وبالتالي بامير وناز ما طلعوش من الشرطة. فطارق بيرتاح شوية وبيرحب ببامير وناز في بيته وبيطلب منهم ان هم يكرروا الزيارة. ولما ناز وبامير بيخرجوا من بيت طارق بيشوفوا واحد اسمه نامق، ونامق ده يبقى خال ناز لان هو بيشتغل حارس امن في المجمع السكني بتاع طارق. فبسرعة بترجع ناز لشقة طارق تاني بحجة ان هي نسيت تليفونها. ولما بتطمن ان خالها مشي بترجع للبيت مع بامير، وبيفضل بامير يتخانق معاها وبيتهمها ان هي وخالها اغبية وهيبوظوا عليهم
لهم المهمة، فناس بتطلب منه يكلمها باحترام وبتحلف له ان هي ما كانتش تعرف ان خالها بيشتغل في المجمع السكني، وبتفهمه ناس ان دي اول مهمة ليها بعد تخرجها وما ينفعش كل شوية يحبطها بكلامه السلبي لانها بتبذل كل جهدها علشان تنجح في المهمة دي. وفي اليوم اللي بعده بتروح ناز وبامير يقابلوا سعد الله وطلعت، وبيكون بامير متعصب جدا ان نامق بيشتغل في المجمع السكني لانه ممكن يبوظ عليهم المهمة لو شافهم سوا، وبيقول لسعد الله ان هو من البداية كان رافض يشتغل مع ناز لان ما بيجيش من وراها غير المشاكل. فناس بتفكروا ان هي اللي اكتشفت موضوع الفخ ومن غيرها كان زمان مهمتهم انكشفت، وبتفهموا ان هو اللي محتاجها مش هي اللي محتاجاه، وبيتفق سعد الله معاهم ان هم يعملوا خطة علشان يطردوا نامق من المجمع السكني. وفي الوقت ده بيكتشف طارق ان اخوه طوفان هيشتغل شغل خارجي مع شخص اسمه قدير، وده بالرغم من ان طارق حذره ما يشاركش حد بره العيلة. فبيروح طارق يزور قدير في مطعمه وبيهدده يبعد عن طوفان بدل ما يأذيه. وبعدها طلعت بيسأل ناز عن رأيها في أمير، فبتقوله ان هو راجل مغرور ولسانه طويل ومستفز وما بيعملوش حاجة غير ان هما بيتخانقوا سوا طول النهار. فبيقولها طلعت ان كل قصص الحب بتبتدي بخناقات، فبتقوله ناز ان هي استحالة ترتبط بواحد زيه. وبعدها بيروح طوفان يقابل قدير في مطعمه، واللي بيلاقيه متعصب جدا وبيطلب منه ينسى ان هما يشتغلوا سوا لان اخوه جه هدده. وبيكون طلعت موجود في المطعم وبيشوف قدير وهو بيضرب طوفان لحد ما بيغمى عليه. فبيروح طلعت يقابل بامير وبيحكي له اللي حصل، وبيتفقوا سوا ان هما ينقذوا طوفان قبل ما يقتلوه. وبالليل بيوصل بامير للمطعم وهو ملسم، وبيكون طلعت معاه وبيشتبكوا هما الاتنين مع رجالة قدير. وفجأة بتوصل ناس عندهم وبتنقذ بامير قبل ما يتقتل، وبتكون متعصبة لان هما بيشاركوا في مهمة سرية من وراها. وبعدها بياخدوا طوفان وبيحطوه قدام باب المستشفى وبيسيبوه وبيمشوا. وفي الطريق بامير بيشكر ناز ان هي انقذت حياته، لكنها بتكون متضايقه منه لانه بيشارك في مهمات من وراها. وبعدها سعد الله بيقبض على قدير وبيحاول يعرف منه اي معلومات عن طارق وطوفان، لكنه بيرفض يتكلم. ولما بيعرف طارق ان اخوه في المستشفى بيروح يزوره وبيساله مين اللي عمل فيه كده، فطوفان بيقول له ان هو مش فاكر مين اللي عمل كده، وبيكون خايف يقول له ان قدير هو اللي ضربه علشان ما يقتلوش. وفي الوقت ده بتروح ناس تحضر الفطار ليها والبامير، ولكن بامير بيقول لها ان هو هيحضر الاكل المره دي لان هي كركبت المطبخ المره اللي فاتت. ولما بتدوق ناس الاكل اللي هو حضره بتعجب بيه جدا، وبيفضل بامير مراقبها وهي بتاكل، وبيكون واضح ان هو بدا يعجب بيها. وفي الاثناء دي بتوصل نهير عند ناس وبتحكي لها عن اللي حصل لطوفان، وبتطلب منها تبدا معاه جلسات علاج نفسي لان هو مصدوم جدا من ساعه اللي حصل له، فبتضطر ناس ان هي توافق. وبعدها بيخرج بامير من البيت وبيحط منوم لنامق في الاكل بتاعه، فطبعا نامق بيفضل نايم طول اليوم اثناء وقت العمل وبينطرد من شغله للاسف. ولما بيعرف طارق ان نامق اتطرد من شغله لان هو اكيد كان نايم من شده التعب، فبيطلب من ادم ان هو يجيب نامق للبيت علشان يصالحه ويرجعه للشغل تاني. وبعدها ناز وبامير بيروحوا يفطروا مع طارق ومراته، وفجاه بيوصل عندهم نامق. واول ما بيشوف ناس بينصدم لان هي ما طلعتش في لندن زي ما كانت مفهماهم، فبسرعه ناس بتدلق الشاي على نامق قبل ما يفضحها. وبعدها ناز وبامير بياخدوا نامق للمطبخ بحجه ان هم ينضفوا له هدومه، وبتقول ناز لخالها ان هي في مهمه سريه وما ينفعش ابدا ان هو يقول لحد ان هم قرايب، وبتطلب منه يتظاهر ان هو ما يعرفهاش. وبعدها بيخرجوا من المطبخ وبيقولوا لطارق ان هم هياخدوا نامق للمستشفى علشان يعالجوا له حروقه. وفي الطريق بتحكي ناز لخالها كل حاجه عن تفاصيل المهمه، وبتاكد عليه ان هو ما يقولش الموضوع ده لاي حد، فبيطمنها خالها ان سرها في فير. وفي نفس الوقت بيكتشف طلعت ان زينب بنت طارق رجعت لتركيا النهارده، والاخبار كلها بتتكلم عليها لان هي بتاعت مشاكل. وبنرجع لطارق بعد ما عرف ان الاخبار كلها بتتكلم عن بنته، وبيقولوا في الاخبار ان زينب ضربت حبيبها بعد ما اكتشفت خيانته، ومن شده الصدمه بيتصاب طارق بنوبه هلع وبيغمى عليه، فبسرعه اهله بينقلوه على المستشفى. ولما بامير وناس بيعرفوا ان طارق واسرته في المستشفى وسايبين عمر لوحده في البيت بيجيلهم فكره، واللي هي انهم يروحوا يقعدوا مع عمر بحجه ان هم ما يسيبوش الطفل لوحده، وكل ده علشان يزرعوا جهاز تنصت في مكتب طارق. فبتتصل ناز على نهير علشان تطمن على صحه جوزها، وبتعرض عليها ان هم يقعدوا مع عمر لحد ما يرجعوا البيت، فبتوافق نهير. وبالفعل ناز وبامير بيروحوا يقعدوا مع عمر، وبتقدر ناس تشتت انتباه عمر لحد ما بامير بيزرع جهاز التنصت.
وبالليل بيوصل آدم للبيت اللي زينب قاعدة فيه، وبيقول لها إن أبوها دخل المستشفى بسببها، وبيطلب منها تلم حاجتها وتروح معاه للبيت. ولما بتوصل زينب لبيت أبوها بتستقبلها نهير وبترحب بيها، ولكن زينب بتتعامل معها ببرود ووقاحة لأن هي مش بتطيقها. وبعدها بتدخل زينب لمكتب أبوها علشان تسلم عليه، وبنشوف إن بامير وناس بيتصنطوا عليهم. وبنرجع لطارق وهو بيوبخ بنته لأن هي دايما بتعمل مشاكل، وبيسألها هي ليه بتتصرف بالشكل ده. فبتفكروا زينب إن هو السبب في كل حاجة وحشة حصلت لها من ساعة ما خان أمها مع نهير، وبتوصفها إن هي خطفت رجالة. فطارق بيتعصب وبيأمرها تتكلم باحترام عن نهير، وبيسيبها وبيمشي. وبالليل بيكون بامير نايم وبيحلم بحاجة وحشة حصلت له وهو صغير، فبيصحى مفزوع من النوم وبتروح ناس تطمن عليه. فبيطمنها بامير ان هو كويس وبيطلب منها تسيبه لوحده، وبيخرج بامير من البيت علشان يشم شوية هواء. وبتكون ناس قلقانة عليه فبتفضل ماشية وراه لحد ما بيطلع عليها مجموعة من قطاع الطرق وبيحاولوا يتحرشوا بيها. فبسرعة بامير بيهجم عليهم وبيضربهم، فقطاع الطرق بيخافوا منه وبيمشوا بسرعة. وبيسألها بامير هي كانت ماشية وراه ليه، فبتقوله ان هي قلقت عليه. فبيبتسم بامير وبيفضلوا يتمشوا سوا هما الاتنين. وفي اليوم اللي بعده بامير وناس بيشتروا ورد وبيروحوا يزوروا طارق علشان يطمنوا على صحته. وبتوصل عندهم زينب وبتعرفهم على نفسها، واول ما بتشوف بامير بتعجب بيه وبتفضل تعكسه بالرغم من ان هي عارفة ان هو متجوز. فبيستأذن بامير وبياخد ناس وبيمشوا، وبيفضل طارق يزعق لبنته لان هي بتعاكس راجل متجوز. ولما بترجع ناس للبيت بتفضل تقلد زينب بسخرية وهي بتعاكس بامير. فبيضحك بامير وبيسألها لو هي غيران عليه، لكنها بتنكر. وبتطلب منه ناز ان هو يوصلها لعيادتها النفسية المزيفة. فبيسألها بامير عن السبب، فبتقوله ان نهير عاوزاها تعمل جلسة علاج نفسي لجوزها لانه بيتصاب بنوبات الهلع، لكنها اتحججت ان هي مش فاضية وعندها حجوزات كتير في العيادة. فقررت ناس تروح تقعد في العيادة طول اليوم علشان نهير ما تكتشفش ان هي بتكذب. وفي العيادة بتتفاجئ الناس بوصول طارق عندها، وبيقول لها طارق ان هو محتاج مساعدتها علشان يتخلص من نوبات الهلع، وبيأكد عليها ان الجلسة دي تكون سرية لان هو مش عاوز مراته تعرف ان هو بيخضع لعلاج نفسي. وبعد الجلسة بيوصل بامير عند ناس، واول ما ناس بتشوفه بتاخده بالحضن وبتقوله ان هي اتخضت جدا لما شافت طارق داخل عليها العيادة. ولما بتستوعب ناس اللي هي عملته بتبعد عنه بسرعة، وبتتأسف له ان هي حضنته بشكل مفاجئ. وبعدها بامير بيشتري اكل كتير من السوبر ماركت، فبتسأله ناز عن السبب، فبيقول لها ان هو قرر يعمل حفلة شاوية ويعزم فيها طارق وعيلته علشان يقربوا منهم اكتر. وبالليل بتقعد ناس تتفرج على فيلم بيتكلم عن العلاج النفسي علشان تكتسب خبرة اكبر في المجال. فبيقفل بامير التلفزيون وبيقول لها ان الافلام دي مش هتساعدها تتعلم. وبيتقمص بامير دور طبيب نفسي وبيبدأ يتكلم زيهم، وبيطلب من ناز ان هي تقلده علشان تقدر تتعامل مع المرضى. وفي اليوم اللي بعده بيوصل طارق مع عائلته لحفلة الشوي اللي بامير عاملها. ولما بتخرج ناس من المطبخ بتشوف زينب واقفة تتكلم مع بامير، وهنا ناس بتغير عليه جدا وبتطلب من بامير يجي يساعدها في المطبخ. وبتفضل ناس تزعقله لانه واقف يتكلم مع زينب بالرغم من ان هو عارف ان البنت دي مش محترمة وبتاعت رجالة، وبتقوله ان المفروض يحترمها اكتر من كده لان هما متجوزين قدام الناس حتى لو جوازهم ده مزيف. فبيحس بامير ان هي غارت عليه بحق وحقيقي، وبيكون واضح ان هو مبسوط. وفي الوقت ده زينب بتاخد موبايل ناس بالغلط، ومن سوء الحظ ان اينور والدة ناس بتتصل عليها فيديو كول. فزينب بترد عليها وبتسألها اينور هي تبقى مين، فبتقول لها ان هي تبقى صديقة بنتها. وبتروح زينب تدي التليفون لبامير وبتقوله ان حماته عاوزة تكلمه. وطبعا اول ما اينور بتسمع الكلام ده بتتصدم جدا، وبتكون مش مستوعبة ان بنتها اتجوزت من وراها وهي في لندن. فبسرعة بامير بياخد التليفون منها وبيضطر يكذب على اينور، وبيقول لها ان هو اتجوز بنتها في السر لان هو حبها من اول نظرة. وبيوعدها ان هما هيحجزوا اول طيارة لتركيا وهيجوا بكرة الصبح علشان يشرح لها الموقف. وطبعا بتكون اينور هتتجنن من اللي هي بتسمعه، وبتقفل السكة في وشهم. وبتفضل ناس تتخانق مع بامير بسبب الكلام اللي قاله لامها. فبامير بيقول لها ان هو اضطر يقول لها الكلام ده لانها ما ينفعش تعرف ان هما في مهمة سرية. وبتكون اينور في الوقت ده في حالة صدمة ومش قادرة تستوعب ان بنتها اتجوزت من وراها. فنامق بيهديها من ناحية ناز، وبيقول لها ان هو واثق ان بنتها اختارت راجل صالح علشان تتجوزه. وبعدها بيوصل نامق عند بامير وناز وبيقول لهم ان اينور في حالة صدمة بسبب
شبابهم وحبسة نفسها في اوضتها من الصبح. فناس بتزعل جدا علشان امها، ولكن بامير بيطمنها ان هو هيحل الموضوع ده بنفسه. وبالليل بيقعد بامير مع ناز وبيطلب منها تكلمه شوية عن نفسها علشان يكون جاهز للاجابات اللي امها هتسألها له. فبتبدأ ناس تقوله على الحاجات اللي هي بتحبها وبتكرهها، وبتحكي له عن كل حاجة عن عائلتها. وفي اليوم اللي بعده بتوصل ناز مع بامير عند إينور، وبتقرب ناز من امها علشان تحضنها، ولكن امها بتصدها لانها بتكون زعلانة منها. وبتسألهم إينور هم تعرفوا على بعض فين، فبيقولوا لها ان هم تعرفوا على بعض في حفلة موسيقية في لندن، وحبوا بعض من اول نظرة واتجوزوا على طول. فإينور بتقول لهم ان هي مش راضية عن الجوازة دي، وعلشان ترضى عنهم فلازم بامير يجي بعيلته ويجي يطلبوا ايد ناس بشكل رسمي لان الاصول بتقول كده. فبيضطر بامير ان هو يوافق. وبعد ما بامير بيمشي من عندهم بيتصل على طلعت وبيحكي له على حوار إينور، وبيطلب منه يتظاهر ان هو اخوه الكبير ويجيب معاه الشرطية شيشيك علشان تتظاهر ان هي مراته، ويروحوا يتقدموا لناس بشكل رسمي. وبنرجع لناز وهي بتحاول تصالح امها لكنها بتكون غضبانة منها جدا، وبتطلب منها ما تتكلمش معاها تاني. وبعدها بيروح بامير يجهز نفسه علشان يطلب ايد ناز، وفي نفس الوقت بتكون ناز بتجهز نفسها هي كمان. ولما بتخرج ناز من اوضتها بتلاقي امها بتتفرج على صورها وهي صغيرة، فبتروح ناس تقعد جنبها وبتسألها امها لو هي كانت بتضغط على نفسها وخنقها وعشان كده اتجوزت من وراها. فناس بتنكر كل الكلام ده، فامها بتقول لها ان هي بتحبها جدا وكل اللي بتتمناه ليها ان هي تشوفها سعيدة مع الرجل اللي اختارته، ولو في يوم جت عليها او زعلتها فده علشان كانت خايفة عليها، وخصوصا ان ابوها مات بدري وسابهم لوحدهم. فبتنهار ناس من العياط وبتحضن امها وبتقول لها ان هي بتحبها جدا. وبعدها بيجي اتصال لبامير من زينب وبتقول له ان هي محتاجة تقابله ضروري، فبيقول لها ان هو مشغول النهاردة وبينهي معها المكالمة. وبالليل بيوصل بامير مع طلعت وششيك لبيت إينور، وبيقول إينور ان والده ووالدته متوفين من زمان، فاضطر ان هو يجيب معاه اخوه الكبير طلعت ومراته ششيك. وبيتفاجئ بامير ان إينور عزم العيلة كلها، فبيبدأ يتوتر جدا. وبعدها بيقعدوا كلهم في الصالون، وبيقول طلعت لإينور ان هو جاي النهاردة علشان يطلب ايد ناز لاخوه بامير، فإينور بتقول له ان هي موافقة وبيقوموا كلهم يتصوروا سوا. وبعد الليلة دي ما بتخلص بيرجع بامير لبيته، وبيكون حاسس بالوحدة لان ناز مش معاه. فبتتصل ناز عليه وبتسأله هو بيعمل ايه، فبيقول لها ان هو ما بيعملش حاجة وبيعترف لها بالغلط ان البيت وحش من غيرها. فناز بتفرح ان هي وحشته وبتطلب منه يكرر اللي هو قاله تاني، ولكن بامير بيتكسف وبينهي معها المكالمة. وفي اليوم اللي بعده بتقول ناز لبامير ان امها عاوزة تجيب لها جهاز العروسة، فبامير بيتعصب جدا لان امها بتطلب طلبات غريبة. فناس بتقوله ان هما لازم يسمعوا كلام امها في كل حاجة علشان ما تتكشفش لعبتهم. وبعدها بيروح بامير يقابل زينب وبيسألها هي كانت عاوزاه في ايه، فزينب بتطلب منه يبعد عن عيلتها لان هي بتحبه وخايفة عليه من ابوها لان هو راجل مش سهل، لكن بامير بيرفض طلبها. وبيجي اتصال لبامير من طارق وبيطلب منه يقابله النهاردة بالليل. واخر اليوم بتروح ناز مع امها وطلعت وششيك وبامير علشان يشتروا جهازها، وكمان إينور بتصمم ان هم يشتروا شبكة جديدة لبنتها. وبالليل بيروح بامير يقابل طارق وبيسأله هو كان محتاجه في ايه، فطارق بيعرض عليه ان هم يشتغلوا سوا لان هو محتاج ينقل بضاعته في الشاحنات بتاعته بما ان هو عنده شركة شحن كبيرة، فبيقول له بامير ان هو موافق. ولما بيبصوا على الارض بيلاقوا جهاز التنصت اللي بامير كان زرعه في مكتب طارق وقع على الارض، فبامير بيعمل فيها متفاجئ وبيسأله عن نوع الجهاز ده، فطارق بياخده برا المكتب وبيقول له ان ده جهاز تنصت واكيد في حد من اعدائه زرع له الجهاز ده في مكتبه. وبيطلب طارق من ادم ان هو يعمل تحرياته عن الجهاز ده ويكتشف مين اللي زرعه. وفي الاثناء دي بيوصل سعد الله لبيت ناز وبيلاقيها عامله حفله حنه وبتحتفل مع طلعت وششيك وباقي عيلتها. وبيوصل بامير عندهم وبيتفاجئ لما بيشوف رئيسه، فسعد الله بياخد ناز وبامير للبلكونه وبيفضل يزعق لهم لانهم سايبين المهمه وقاعدين يحتفلوا ويرقصوا. فناس بتقول له ان امها كانت صاحبه فكره حفله الحنه وكان لازم تسمع كلامها علشان ما تشكش فيهم، فبامير بيقطع كلامهم وبيقول لرئيسه ان طارق عاوز ينقل بضاعته في الشاحنات بتاعته ودي هتكون الفرصه المناسبه علشان يقبض عليه متلبس. فسعد الله بيطلب منهم يقابلوه بكره الصبح علشان يتفق معاهم على تفاصيل المهمه. وبالليل بترجع ناز مع بامير للبيت وبيفضلوا يتكلموا عن امها، فبيفتكر بامير لما امه اتخلت عنه وهو طفل وبيتضايق جدا، فبيخرج علشان يشم شويه هواء. وبتكون ناس قلقانه عليه
بتتصل على طلعت وبتحكي له اللي حصل، فبيقول لها ان بمير مش طفل صغير وطبيعي ان هو يخرج يشم شوية هوا لما يحس ان هو مخنوق. وبتفضل ناس سهرانة طول الليل لحد ما بتتأكد ان هو رجع للبيت. وتاني يوم بيوصل بمير مع ناس عند سعد الله، ووقتها سعد الله بيسأل بمير عن تفاصيل الشغل اللي بينه وبين طارق، فبيقول له ان طارق هيجي يقابله النهاردة علشان يتفق معاه على تفاصيل نقل البضاعة، وبعدها هيروح طلعت يفتش البضاعة قبل ما تتنقل على الشاحنات علشان يعرف جواها ايه، لانه شاكك ان البضاعة هتكون اسلحة. وبعد كده بتروح نازلة عيادتها النفسية لان عندها جلسة مع طارق، وبيفضل طارق يكلمها شوية عن طفولته القاسية وان الناس شايفينه متخلف وراجعي لان هو ما بيحبش يشتغل غير مع عائلته. فبتسأله ناز عن السبب، فبيقول لها ان هو مش بيثق غير في عائلته، وبما ان هي وبمير دخلوا بيته فبقى بيعتبرهم ان هم كمان من افراد عيلته وبدأ يثق فيهم. فبتفرح ناز ان هم قدروا يكسبوا ثقته. وبعدها طارق وادم بيروحوا يقابلوا بمير في مكتبه علشان يتفقوا على تفاصيل الشغل، وبيقول له طارق ان هو عنده نظام معين في نقل بضاعته، وهو ان العمال بتوعه هيكونوا هم فقط المسؤولين عن نقل البضاعة، وكمان لازم يقفل كل اجهزة الجي بي اس اللي في الشاحنات. فبيتضايق بمير لانهم بالشكل ده مش هيقدروا يتتبعوا الشاحنات، ولكنه بيضطر يوافق على شروطه. وبعدها بنشوف طلعت في المستودع وبيراقب البضاعة من بعيد علشان يعرف نوعها، ولكن فجأة ادم بيظهر من وراه وبيسأله هو مين وجاي هنا ليه، ولكن لحسن الحظ ان بمير بيوصل في اللحظة المناسبة وبيقوله ان طلعت يبقى اخوه وصاحب المستودع. وبيصمم طارق ان هو يعزمهم كلهم على الغداء. وفي الطريق بيتصل بمير على ناز وبيطلب منها تروح المستودع وتفحص البضاعة اللي جوه الشاحنات علشان يعرفوا ايه اللي جواها. وبالفعل بتروح ناز المستودع وبتدخل جوه واحدة من الشاحنات وبتفحصها، وبتتفاجئ ان البضاعة كلها سمك، وفجأة بتلاقي الشاحنة قفلت عليها وبتمشي. فناس بتخاف جدا لان هي محبوسة جوه شاحنة التبريد، فبتتصل على بمير وبتحكي له اللي حصل، فبيطلب منها تبعت له اللوكيشن بتاعها علشان يجي ينقذها. وبيركب بمير عربيته وبيفضل ماشي ورا الشاحنة وبيكون مستنيها تقف علشان ينزل ناز. وبعد شوية الشاحنة بتقف على الطريق، فبسرعة بينزل بمير من عربيته وبيفتح الشاحنة وبيحرر ناز وبيديها الجاكيت بتاعه لانها بتكون سعانة جدا. وبعدها بترجع ناز للبيت مع بمير، وبيروح بمير يحضر لها الغداء، ولكنه بيلاقيها نامت من كتر التعب، فبيغطيها وبيفضل يتأمل فيها وهي نايمة. وبالليل ناز حرارتها بتعلى جدا، وطبعا بمير بيخاف عليها فبيشيلها وبيحطها تحت الدش. وبتفضل ناس تهلوس وتقول ان هي خايفة جدا، فبمير بياخدها في حضنه وبيفضل يطبطب عليها وبيطمنها وبيقول لها ان هو مش هيسيبها ابدا. والتاني يوم بتصحى ناز وبتلاقي بمير نايم جنبها، فبتفرح جدا وبيقوم علشان يجهز لها الفطار. واخر النهار ناز وبمير بيروحوا يتغدوا مع اينور، وكمان طلعت وششيك بيكونوا موجودين معاهم. وبتقول لهم اينور ان هي عاوزة تعمل فرح كبير لبنتها، فطلعت بيقترح ان هم يعملوا فرح صغير لان كده كده ناز وبمير متجوزين من فترة ومفيش داعي ان هم يعملوا فرح كبير. ولكن اينور بتصمم ان هي تعمل فرح كبير علشان تعزم كل قرايبهم. وبالليل ناز وبمير بيرجعوا للبيت، وبيكون بمير متضايق جدا من مسألة الفرح وبيفضل يتخانق مع ناز. فناز بتطلب منه يبطل يتخانق معها على حاجات هي ملهاش ذنب فيها. ولما بيخرج بمير من البيت بيلاقي زينب مستنياه وبتعرف تتكلم معاه، وبتكون ناز مراقباهم من بعيد وبيكون واضح عليها ان هي غيرانة، فبتنادي عليه وبدون اي مقدمات بتقرب منه بشكل رومانسي. ولما بيدخلوا البيت بيسألها بمير هي عملت كده ليه، فبتتوتر ناز وبتقول له ان هي اضطرت تبوسه لان طارق كان مراقبهم من بعيد وكان لازم تبين قدامه ان هي غيرانة على جوزها من بنته. فبيسألها بمير اذا كانت غارت عليه بجد، فبتنكر ناز الكلام ده وبتأكد له ان هي مش حاسة باي مشاعر ناحيته، ولكن بمير بيكون عارف ان هي كدابة وبيفضل يتخانق معها لان علاقتها سيئة بزينب، وبيفهمها ان زينب مش بتطيق ابوها وممكن هي اللي تساعدهم علشان يكشفوا فساده. فبتوعده ناز ان هي هتقرب منها وتصاحبها. وفي اليوم اللي بعده بتروح ناس تسلم على زينب وبتعرض عليها ان هم يشربوا شاي سوا، فبتوافق زينب لكنها بتكون مستغربة من لطافة ناز معاها لان هي دايما كانت بتعاملها ببرود. فبتنكر ناز كل الكلام ده وبتقول لها ان في بينهم اهتمامات كتير مشتركة زي ان هم الاتنين كانوا عايشين في لندن وحاسة ان هم هيكونوا اصدقاء مقربين قريب. وبعدها بتتصل انور على بنتها وبتقول لها ان هي عايزة تشوفها في الشقة اللي هي عايشة فيها مع جوزها. فناس بتقول لها ان هي مش فاضية دلوقتي وبتنهي معها المكالمة
المهمة بسرعة، وبعدها بتتصل بطلعت وبتحكي له على حوار امها، وبتطلب منه يتصرف ويشوف لها شقة علشان تصورها لامها. فبيروح طلعت يطلب المساعدة من شيشيك علشان تشوف له شقة، وبيقترح عليها ان هم يستعملوا شقتها، لكنها بترفض لان امها عايشة معها في الشقة، وبتقترح عليه ان هو يدور على شقة مفروشة. فبيروحوا هما الاتنين يدوروا على شقة مفروشة لحد ما بيلاقوا شقة مناسبة، وبيوصل عندهم بامير ونازي وبيفضلوا ينظفوا في الشقة. وبعد ما بيخلصوا تنظيف بتتصل نازي على امها فيديو كول علشان تفرجها على الشقة، فامها بتعجب بالشقة وبتطلب منها تقابلها تاني يوم علشان يتفقوا على تفاصيل الفرح. وبالليل ناس بتعزم زينب على العشاء علشان تحاول تعرف منها اي معلومات عن ابوها، ولكن طول القعدة بتفضل زينب تتكلم عن مغامرتها في لندن وما بيقدروش يخرجوا منها باي معلومة. وفي اليوم اللي بعده بيروح طوفان يتخانق مع بامير وبيطلب منه يبعد عن اخوه، وبيكون واضح ان طوفان غيران من علاقة طارق وبامير، لان طارق بقى بيعتبر بامير زي اخوه وبيعامله احسن من طوفان. ولما بيعرف طارق اللي اخوه عمله معاه بيفضل يتخانق معاه، وبيأمره يروح يعتذر فورا لبامير، لكن طوفان بيرفض وبيسيبه وبيمشي. فبيروح ادم يسأل طوفان هو عمل كده ليه، فبيقول له ان طارق بقى بينادي بامير باخويا ونسي خالص اخوه الحقيقي اللي من لحمه ودمه، وبيفهمه ان هو مش هيتحمل الوضع ده كتير. وفي نفس اليوم نازو وبامير بيروحوا يقابلوا اينور علشان يتفرجوا على المكان اللي هيعملوا فيه حفلة زفافهم، وبيتصدموا لما بيعرفوا ان اينور ناوية تعزم 200 شخص من قرايبها واصحابها. وبيجي الليل وبيكون بامير سايق عربيته، وبالصدفة بيلمح زينب قاعدة في الشارع بتعيط، فبينزل من عربيته وبيسألها ايه اللي حصل، فبتقوله ان هي اتخانقت مع ابوها خناقة كبيرة بسبب نهير لانه بيفضل مراته عنها. فبامير بيواسيها وبيعرض عليها ان هو يوصلها البيت بعربيته، ولما بتركب زينب عربيته بتشوف جنبها كارت دعوة فرح بامير وناز، وهنا بتحس ان الناس دي وراهم سر خطير وبتقرر تكشفه بنفسها. وفي يوم الزفاف بتلبس ناس فستان فرح جميل جدا، واول ما بامير بيشوفها بينبهر من جمالها، وبتقول له ناس بسخرية ان هي مش مصدقة ان هي اتجوزته جواز مزيف للمرة التانية. فبيسألها بامير لو هي حابة ان جوازهم يكون حقيقي المرة دي، فناس بتتوتر من سؤاله وما بتردش. وبعد شوية الفرح بيبدأ وكل المعازيم بيحيوا ناز وبامير، وبتكون كل حاجة ماشية كويس لحد ما زينب بتوصل للفرح، وطبعا اول ما بيشوفوها قدامهم بيتصدموا. وفي الوقت ده بتعرف نهير ان زينب اتفصلت من جامعتها في لندن، فبتقرر تبلغ طارق بالخبر ده علشان توقع بينه وبين بنته. وبنرجع لزينب بعد ما اكتشفت من اينور ان الناس بتشتغل شرطية، فهنا زينب بتستوعب ان ناز وبامير اساسا من الشرطة وسكنوا جنب ابوها علشان يقبضوا عليه. فبترجع زينب للبيت علشان تبلغ ابوها بالخبر ده، لكنها ما بتلحقش لان ابوها بيضربها على وشها بالقلم وبيهنها بعد ما اكتشف ان هي اتفصلت من الجامعة. وطبعا بتتصدم زينب من تصرف ابوها وبتسيب البيت وبتمشي. وبعد الفرح بنشوف ان ناز وبامير قلقانين جدا ان زينب تكشف سرهم، فبيقترح بامير ان هم يلغوا المهمة ويسيبوا البيت قبل ما طارق يكتشف الحقيقة، ولكن ناس بتقوله ان هم قطعوا شوط كبير واكيد سعد الله مش هيسامحهم لو فشلوا في المهمة دي. ولكن بامير بيقول لها ان مفيش حل تاني قدامهم، وبيسلم عليها وبيقول لها ان هو اتبسط جدا بالشغل معاها، فهي كمان بتقوله ان هي سعيدة بالوقت اللي قضوه سوا. ولكن في اللحظة دي بتتصل زينب على بامير وبتطمنه ان هي ما قالتش اي حاجة لابوها، وبتطلب منه يجي ياخدها لان هي قاعدة لوحدها في الشارع. ولما بتوصل زينب عند ناز وبامير بتقول لهم ان هي قررت تساعدهم في القبض على ابوها، ولكن شيشيك وطلعت بيكونوا مش واثقين فيها وحاسين ان هي ممكن تغدر بيهم. فزينب بتقول لهم ان مفيش حل تاني قدامهم غير ان هم يثقوا فيها، وبيقرر بامير ان هو يخبي زينب في بيته لحد ما يقبضوا على ابوها. وفي الوقت ده بيحاول طارق ان هو يتصل ببنته، لكن تليفونها بيكون مقفول فبيقلق عليها جدا، ولكن ادم بيطمنه ان هم بعتوا رجالتهم علشان يدوروا عليها. وبعدها بيروح بامير يقابل طارق لانه كان محتاجه في موضوع مهم، فبيقول له طارق ان هو محتاج 4 شاحنات من عنده علشان ينقل فيها بضاعته لرومانيا. فبعدها بيتصل بامير على طلعت وبيبلغه بالخبر ده، وبيطلب منه يستعد لانهم غالبا هيقبضوا على طارق بكره. وفي اليوم اللي بعده بيروح بامير يقابل سعد الله وبيقول له ان هو زرع كاميرات مراقبه واجهزه تتبع في ال4 شاحنات علشان يعرفوا نوع البضاعه ايه. وفي الوقت ده بتكون ناس موجوده في مركز الشرطه وبتطلب مساعده شيشيك لان هي محتاجه تعرف شويه معلومات عن بامير، فبتوديها شيشيك اوضه الملفات السريه، وهناك ناس بتلاقي الملف بتاع بامير ولما بتقرب تتصدم.
القادم. وبعدها على طول بيكتشف فامير ان بضاعة طارق عبارة عن اسلحة، وفي اللحظة دي قوات الشرطة بتوصل للمستودع وبيقبضوا على ادم. وبعدها الشرطة بتوصل لبيت طارق وبيقبضوا عليه واسرته، وبتوصل ناس عند طارق وبتعترف له ان هي وبامير من الشرطة، وكمان بامير بيوصل عندهم فبيقول له طارق ان هو ندمان ان هو دخله بيته ووثق فيه. وطبعا ناز وبامير بيكونوا سعداء جدا بنجاح المهمة، وبتعترف له ناز ان هي قرت الملف بتاعه وعرفت ان امه اتخلت عنه وهو صغير بعد موت ابوه وبعتته يعيش في دار ايتام، وده السبب اللي مخلي بامير بيكره العائلات. لكنها بتفهمه ان مش كل العائلات وحشين زي عيلته، وفجأة بتنهار ناز من العياط لان دي اخر مرة هتشوفه فيها، ولكن بامير بيوعدها ان هي هتشوفه كتير الفترة الجاية. وفجأة بامير بيقرب منها بشكل رومانسي وبيعترف لها ان هو بيحبها. وبعد 5 سنين بنعرف ان بامير وناز اتجوزوا وخلفوا طفلة صغيرة كمان وعايشين حياة سعيدة. وبيخلص المسلسل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لقناة في الميتشينو، ولو عاوز تتابع الملخصات الكوميدية ما تنساش تعمل متابعة لصفحة عبد عاطف، ونشوفكوا الملخص اللي جاي، ويلا سلام.